الجواز والكوارع، ايه علاقتهم ببعض وازاي بفكرة الكوارع اقدر اعيش مع جوزي حياة زوجية سعيدة ونعدي كل المشاكل والصعوبات اللي احنا عايشينها مع بعض. اولا كده انا عايزه اقول لكل العرايس الجداد وكل الستات المتزوجين، اوعي تفتكري ان انت عايشه مع جوزك بشطارتك او لانك جميله او لانه اختارك. ربنا بيسبب الاسباب ان فلان وفلانه يتجوزوا بعض. اي اتنين بيتجوزوا بعض هم بيتجوزوا بمشيئه الهيه وحاجه من عند ربنا، والزواج ايه من ايات الله، واحنا عايشين مع بعض عشان ربنا كاتب ان فلان هيعيش مع فلانه وهيخلفوا كذا وهيعدوا مصاعب الحياه حبه كده وحبه كده. احنا بقى ازاي نقدر بعد الاستعانة بربنا ان احنا نقدر نعيش مع بعض، يعني ايه، ونتخطى كل المشاكل اللي احنا. قبل ما نقول فكرة الكوارع والجواز، لو انت مش مشتركة اشتركي في القناة وفعلي الجرس، وبعد ما تشوفي الفيديو ويعجبك اعملي شير لكل صحابك. طبعا انا بكلم كل العرايس اللي في اول الجواز كده، وخصوصا اول سنة بيحصل مشاكل كتير قوي ما بينك وما بين ايه جوزك، لاننا لسه ما طبعناش على بعض. هو كان متعود على حاجات في بيته، انت متعودة على حاجات في بيتك، بقينا احنا الاتنين في بيت واحد، فلازم نتنازل. هو يكبر دماغه شويه، انا ما غلست عليه، انا اخد بالي من حاجات، هو بقى ياخد باله من حاجات عشان المركب تمشي ونقدر نكمل مع بعض. بركز قوي على العرايس عشان زي ما انتم عارفين يعني هم بيبقى لسه ما عندهمش خبره، وساعات بقى بسمع من صاحبتي، بسمع من ماما، ساعات النصيحه بتبقى صح، ساعات النصيحه بتبقى غلط. لازم تحكمي عقلك يا ست الكل وتشوفي ايه اللي يتناسب مع حياتك ومع طبيعه شخصيتك ومع شخصيه جوزك عشان نقدر نكمل مع بعض. طب ايه هي فكره الكوارع؟ فكره الكوارع ان معظم الرجاله بتحب الكوارع، يعني بتحب الكوارع والممبار والحاجات دي كلها. وممكن انا في بيت اهلي مش متعوده ان انا اعمل الاكلات دي، او عمري ما اكلتها، او اول ما بسمع عنها بقول يا ياي والكلام اللي انتوا عارفينه بتاع البنات ده. طيب هناخد الفكرة بقى دي، انا دلوقتي اتجوزت وشايفة ان جوزي في حاجات بيحبها انا ما كنت، انا مش بحبها، انا مش متعودة عليها في بيت اهلي. ما ينفعش ان انا اقول له والله لو عايز تاكلها روح كلها عند مامتك، والله انت ممكن تشتريها من بره. لا، لازم في حاجة اسمها تنازلات. زي ما هو كده قبل الحياة الزوجية كان كل حياته الشغل واصحابه والقهوة والسفر والرحلات، لكن طالما فكر ان هو يرتبط بشريكة حياته يبقى اولويات ودي لازم تختلف. ونفس الشيء بالنسبه لك يا ست الكل، حضرتك اولوياتك لازم تختلف. يعني لو بالاول كان الشغل او ان انا بخرج مع اصحابي، ميزانيتي مصروف بابا لما بيديهولي بخلصه في المانيكير والشوبينج والهدوم والحاجات دي كلها، لا حضرتك بعد ما تزوجتي طبعا اكيد مرتب بابا مش قد مرتب جوزي. جوزي لسه احنا اتنين شباب في بدايه حياتنا الزوجيه، لازم ان انا اعرف ان البيت ليه اولويات، لازم في مصاريف الاكل، الشرب، العيا، الايجار، الغاز، الميه، النور. انت في بيت اهلك بابا اللي بيدفع كل حاجه وماما هي اللي ماسكه مصروف البيت، وحضرتك ولا على بالك وعايشه الحياه بالطول والعرض، او ممكن تكوني مسؤوله وعارفه ازاي الحياه بتمشي، وان انت مثلا كنت في فتره الجامعه بتشتغلي وبتصرفي على نفسك، فانت لا، انت بنت مش فرفوره، انت بنت عارفه ان الحياه ليها مسؤوليات وليها تبعات، وان انا طالما اتجوزت في حاجه اسمها ميزانيه البيت ولازم امشي على قد جوزي. فطبعا بتختلف الشخصيه. هل انت بنت دلوعه ما تحملتيش اي مسؤوليه، ولا انت صحيح انت لسه صغيره في السن لكن ناضجه وبتعرفي تتحملي المسؤوليه؟ فكل واحده لازم توزن حياتها على حسب شخص. ارجع تاني لفكره الكوارع، حضرتك في حاجات انت مش متعوده عليها في حياتك، لازم هتتعودي عليها في حياتك الجديده في بيتك الجديد مع جوزك. انا متعوده ان كل يوم لازم ببقى مع ماما وبابا واخواتي وبروح ازور جدتي ومش عارف. خلاص انت بقى حياتك دي انسيها وبتبدأ اي حياه جديده. عشان البنات اللي كانت متعلقه قوي في بيت اهلها بماما وبابا وجدتي والحاجات دي كلها، لازم تعرفي انت هتفضلي امك وابوكي واخواتك واهلك في قلبك ومعاكي، لكن انا خلاص بقى ليا بيت، بقى ليا زوج، بقى ليا كمان اهل زوجي، لازم زي ما هود هنا هود هنا. فلازم تعرفي ان في حاجات في حياتك لازم تغيريها، وان انت لو ما كنتيش عندك الذكاء والسنس ان انت تغيري حياتك دي على حسب متطلبات شخصية جوزك واهله وكده، ده اكيد هيسبب لك مشاكل. يعني ايه؟ زي ما انت كنت مرتبطة باهلك هو كمان مرتبط باهله وعايز يزورهم وعايز كذا، فلازم وقتك ده تقسميه.
فنصيحة مني لكل عروسة بدأت كده أول سنة وحاسة إنها مش عارفة تدير حياتها إزاي، وحاسة إنها حصلت ضربات كتير مع جوزها. لكل زوجة متزوجة بقالها كام سنة وفي الأول كانت بتتدلع على جوزها، ولا أنت اعمل ده أو شوف ده أو ده معرفش أعمله أو كذا، بعد الحياة بقى ما بتمر بينا كده مش سهلة إن أنا أقول له إيه أنا مش عارفة أعمل الأكلة الفلانية، روح كلها عن مامتك. طب ما هي مامته مثلا ربنا يديها الصحة، ممكن تبقى عايشة ممكن تبقى مش موجودة. يبقى أنا الذكاء عشان أكسب قلب جوزي يحس إن أنا بتغير عشانه، وهو كمان ما هو بصي العطاء دوت إحنا بنتعلمه من بعض. لما جوزك هيشوفك إن أنت بتديله وبتتعلمي حاجات عشان خاطره، هو كمان هيعمل كده. لازم هو كمان شخصيته هتتغير ويعرف إن أولوياته ما بقتش حياته الشخصية والسفر والرحلات وأصحابه، هو أنت بقيتي أولوياته. يعني أنت إيه، أروح معاها عند الدكتور ولا انزل اتاخر في الشغل او اقعد مع اصحابي؟ هيحطك انت في اولوياته، هيفكر فيكي انت الاول. والنقط دي لازم بنحطها من اول الجواز عشان مركب الحياة تمشي. فهنفترض ان معظم الرجاله مش بتحب الخروج ومش بتحب الشوبينج، ان انا انزل واشتري والف، واحنا الستات بنموت في الخروج والشوبينج والحاجات دي كلها. يبقى ايه، انا هعمل لك حاجه وانت تعملي حاجه، انا عشان خاطرك هنزل اعمل معاكي شوبينج، هقول لك ارائي، ههتم بتفاصيلك، وانت كمان هو لو حابب ان هو ياخدك معاه وياخد رايك، ابدأي اهتمي بتفاصيله واشيائه عشان الحاجات دي هتقربكم من بعض. لو انت شايفه ان هو في اكله معينه بيحبها، انت كمان حبيها. انا عايزه اقول لكم ان انا شفت لقاء لفنان كده، هو كان بيحب اكل مامته جدا ومرتبط بيها جدا، ولما اتجوز يعني ايه من باب كده الدلع ومراته بقى عايزه تشده ناحيتها، عرفت الاكلات اللي هو بيحبها ومامته بتعملها له، وسالت مامته وبدات تعملها له بنفس الطريقه. وكان هو بيحكي كده ان مراته اتقنت الحاجات اللي هو بيحبها من وصف حماتها ليها. فحضرتك يعني مش اقل ذكاء من الستات دول، اعملي زيهم قلديهم. احنا لازم نتعلم من المجتمع المحيط بينا بالحاجات الايجابيه طبعا، مش بالحاجات السلبيه. فانا اجي على نفسي في حاجات، جوزي يجي على نفسه في حاجات، فالموضوع ده هيقرب ما بيننا. لو انت مثلا ايه بتحبي عصير معين وجوزك مره وقف عمله وعجبك، انت بقى تتدلعي عليه كده، يا حبيبي بص انا مش هشرب عصير الجوافه ده الا من ايدك يا حبيبي. يعني انا عايزه اقول لكم حاجه، انا زوجي بيعمل عصير الليمون حلو جدا، وهو ايه تخصص عصير الليمون، فلما نحب نشرب عصير ليمون حبيبي اعمل لنا عصير ليمون. حاولي اعملي الحاجات دي، التكات البسيطة اللي انتوا فاكرين مش بتفرق في الحياة، صدقوني بتفرق جدا في الحياة عن تجربة شخصية. مثل اخير هديهولي، الرجاله كلها بتحب ماتشات الكوره والستات ما بتحبش ماتشات الكوره، طب فيها ايه بقى كده لو في ماتش كوره مهم؟ انت صحيح ما بتحبيش الكوره، لكن اعملي فشار وهاتي شيبسي وبيبسي واعملي جو كده عشان يحس ان انت بتشاركيه، ومفيش مانع خالص ان انت تقعدي وتشجعي، خصوصا لو ماتش مثلا لمصر او ماتش حاجه كده للمنتخب بتاعك، اقعدي وشاركيه. ده بصدقوني بيفرق جدا مع الرجاله، لانه بيحس ان انت عايزه تدخلي جوه تفاصيله، مهتمه بتفاصيله، فهيبادلك نفس الشيء، وهو كمان هيهتم بتفاصيلك، والموضوع ده بيقرب ما بين قلوبنا جدا. اللهم اصلح الحال ما بين كل زوجين. لايك وشير وسبسكرايب.